بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحصة الأولى من كونكت فاير، خمسة ابتدائي انجليزي، يونت 1، فود اند درينك. فود اند درينك، فود يعني طعام، اند يعني ودرينك يعني الشراب. فود اند درينك، فود اند درينك. يلا كده نقرأ. بينز يعني فول. بينز، كاروتس يعني جزر. شوكليت، كوكونات. يلا نقرأ تاني. بينز، كاروتس، شوكليت 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 كوكونات 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 إيجز إكس ليمون 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 لايم 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 أنيونز أنيون أنيونز أنيون باينابل باين باين باينابلز باين ابلز لوحديها معناها تفاح، باين ابلز معناها اناناس. باين ابلز باين ابلز مانجو بوتيتوز بوتيتوز potatoes بوتيتوز potatoes ماركت market ماركت market ماركت. market يلا نقرأ تاني. ها beans بينز beans carrots chocolate كوكونات coconuts كوكونات coconuts ليمونز لايمز 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 اونيونز أنيونز اونيونز بري ابل باين أبل باين ابل باين أبل باين ابل باين أبل باين ابل مانجو. مانجو بوتيتوس ماركت إلى كلمات تانية. healthy 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 يعني طعام صحي. unhealthy 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 favorite 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 food 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 easy 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 to to drink 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 if 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 معناها اذا او لو، يعني if you are hungry لو انت جعان eat an apple كل تفاحة. if معناها لو او اذا. if you are tired لو انت تعبان you can go to sleep ممكن تروح تنام. apples 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 vines 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 fresh fish fresh fish every day every day every day every day sometimes 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 garden 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 a little a little a little a little a lot a lot but but isn't it isn't it isn't it معناها أليس كذلك. isn't it isn't it strawberries strawberry strawberries strawberry strawberries strawberry strawberries strawberry bushes 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 in the garden in the garden in the garden in the garden at the market at the market loved love loved loved like like liked like collect collect collected collected كولكت يعني يجمع كولكتد يعني جمع كولكت اجز مثلا يعني يجمع البيت كولكت كوتون يجمع يجمع القطن كولكت collect سينك think سينك think سينك think سينك think صوت thought الجي سايلنت سينك يعني يفكر او يعتقد الماضي منها صوت والجي سايلنت الجي مش بتنطق سينك think صوت thought سينك think صوت thought ايت eat ايت eat ايت eat ايت eat grow go grow go
سيل سيل سولد سول سيل يعني يبيع، ومودي منها سولد يعني باع، باي بار باي يعني يشتري، بوت بوت الجي سايلنت برضه، باي بار بوت بوت باي بار بوت. بوت واتس يور، دي محادثة، دي conversation between دينا and فريدة، محادثة بين دينا وفريدة. What's your favorite food فريدة؟ What's your favorite food فريدة؟ What's يعني ما هو، your favorite food يعني طعامك المفضل فريدة يا فريدة. What's your favorite food فريدة؟ What's your favorite food فريدة؟ ايه هو طعامك المفضل يا فريدة؟ That's easy، هذا سهل. It's a chocolate. It's a chocolate. إنها شوكولاتة. I love chocolate too. I love يعني أنا أحب chocolate، يعني الشوكولاتة too معناها أيضا. I love chocolate too يعني أنا أحب الشوكولاتة أيضا. But لكن it isn't healthy. But it isn't healthy. لكنها ليست صحية. Is it؟ أليس كذلك؟ لما يجي في الآخر كده is it أو isn't it، بترجمها وأقول أليس كذلك؟ ماشي، نقولها تاني الجملة دي. I love it chocolate. I love it chocolate too. أنا أحب الشوكولاتة أيضا. But it isn't healthy. لكنها ليست صحية. Is it؟ أليس كذلك؟ I think it's okay. I think يعني أعتقد. It's okay. إنه من الجيد to eat a little، لأن إحنا ناكل a little. A little يعني قليل. I think it's okay to eat a little. I think it's okay to eat a little. But yes. ولكن نعم. It is unhealthy if you eat a lot. It is unhealthy يعني إنه ليس جيدا. If يعني لو أو إذا. You eat a lot لو أنت أكلت كتير. هقولها تاني. I think it's okay to eat a little. أعتقد أنه جيد أن تأكل قليلا. But yes. It is unhealthy if you eat a lot. إنه ليس صحيا لو انت اكلت كتير. What's your favorite healthy food? What's your favorite healthy food? ما هو طعامك المفضل الصحي؟ Oh, I like chicken. انا بحب الدجاج. And I like fish. وبحب السمك. نقول تاني الجملة دي. What's your favorite healthy food? What's your favorite healthy food? ما هو طعامك الصحي المفضل؟ Oh, I like chicken. أنا عاجبني، بحب التشيكن. And I like fish. But my favorite is mango. لكن طعامي المفضل هو المانجو. We have a mango tree in the garden. We have، نحن لدينا، a mango tree، شجرة مانجو، in the garden، في الحديقة. I love mango too. وأنا أيضا أحب المانجو. We don't have a mango tree. إحنا ما عندناش شجرة مانجو. We have a lime tree. ولكن لنا لدينا شجرة لايم. لايم اللي هو عامل زي الليمون بس أكبر، بس كبير. We have a lime tree and a lemon tree، وشجرة ليمون. My uncle grows. Grows. Grows معناها يزرع. My uncle grows onions and potatoes. عمي بيزرع onions. Onions يعني بصل. And potatoes يعني وبطاطس. My uncle grows onions and potatoes. He has chickens too. وأيضا لديه chickens، دجاج. He collects fresh eggs. Collects يعني يجمع. Collects fresh eggs البيض الطازج every day. Sometimes وأحيانا he sells them at the market. وأحيانا he sells بيبيعهم. them دي عايدة على البيت. He sells them at the market، بيبيعهم في السوق. شيء. يلا نحل الأسئلة دي. pineapple. pineapple اللي هو الأناناس. don't grow on trees. لا ينمو على الأشجار. الأناناس don't grow on trees. they grow on the، ولكنه ينمو on the إيه؟ on the ground، على الأرض. pineapples don't grow on trees. لا ينمو على الأشجار. they grow on the ground. وبينمو على، ينمو في الأرض. Pineapples don't grow، لا ينمو on trees، they grow on the ground. Number two، chocolate is،
شوكليت از if you eat a lot. شوكليت از يعني الشوكولاتة تكون ايه، if معناها لو، you eat a lot لو انت اكلت كتير. شوكليت از healthy يعني ايه healthy؟ healthy معناها صحي، لا طبعا. useful يعني مفيدة، لا. helpful يعني متعاون. unhealthy، unhealthy يعني غير صحية. شوكليت از unhealthy يعني الشوكولاتة بتكون unhealthy يعني غير صحية، if you eat a lot لو انت اكلت كتير. my favorite healthy food يعني طعامي الصحي المفضل is and fish. شوف اني واحدة من دول healthy. chicken healthy، اه طبعا chicken healthy. الدجاج والسمك chicken healthy. السويتس الحلويات healthy، لا طبعا. الكولا healthy، لا طبعا. chocolate healthy، لا طبعا. يبقى my favorite healthy food is chicken and fish يعني طعامي المفضل الصحي هو chicken يعني الدجاج and fish والسمك. my uncle not onions and potatoes يعني عمي بيزرع onions يعني البصل and potatoes والبطاطس. يعني يزرع يعني grows. my uncle grows onions and potatoes. my uncle يعني عمي grows يعني يزرع onions and potatoes البصل والبطاطس. I get from the chicken. I get يعني أنا أخذ أو أنا أحصل على إيه from the chicken من الدجاج. I get juice عصير، chocolate، eggs، eggs يعني بيض. I get eggs يعني بحصل على البيض from the chicken. I collect them every day. collect them يعني أنا بجمعهم كل يوم. number 6 he has a mango tree. هو عنده شجرة مانجا. she has، هي عندها a mango tree شجرة مانجا in her garden في الحديقة بتاعتها هي. she has a mango tree، هي عندها لديها has يعني لديها شجرة مانجا in her garden في الحديقة بتاعتها. listen and complete. هنا محادثة بين دينا وفريدة. دينا بتقول لفريدة What's your favorite food؟ فريدة ما هو طعامك المفضل يا فريدة؟ قالت لها that's easy، حاجة سهلة قوي. it's ايه؟ قالت لها it's ايه؟ شوكولاتة. it's a chocolate. هي كلمة شوكولاتة موجودة تحت. yes it's a chocolate. ايوه انها الشوكليت. yes it's a chocolate. Yes, it's a chocolate. I love the chocolate too. يعني أنا بحب الشوكولاتة أيضا. But it isn't، لكنها ليست إيه؟ It isn't إيه؟ It isn't، it is not healthy. لكنها ليست healthy. لكنها ليست صحية. But it isn't healthy. لكنها ليست صحية. Is it؟ مش كده؟ أليس كذلك؟ I think it's okay to eat a little. أعتقد إن عادي إن إحنا ناكل little قليل. But yes، أيوة لكنها صح. It is unhealthy if you eat a lot. بتكون غير صحية لو إحنا أكلنا كتير. Not your favorite healthy food. يعني ما هو طعامك المفضل الصحي؟ ما يعني إيه؟ What food healthy؟ What؟ What's your favorite healthy food? What's your favorite healthy food? ما هو طعامك المفضل الصحي؟ Oh, I like chicken. أنا عجيب بحب الدجاج. And I like fish وبحب السمك. But my favorite is mango. لكن طعامي المفضل هو المانجا. We have a mango tree in the garden. إحنا عندنا شجرة مانجا في الحديقة. I love mango too. وأنا أيضا بحب المانجا. We don't have a mango tree. إحنا ما عندناش شجرة مانجا. We have a lime tree. عندنا شجرة لايم and a lemon tree وشجرة ليمون. My uncle grows. إحنا قلنا يعني إيه grows؟ grows يعني إيه؟ يعني يزرع. My uncle grows onions and potatoes. يعني عمي بيزرع onions يعني البصل and potatoes والبطاطس. He has chickens too. وعنده أيضا دجاج. He collects بيجمع fresh eggs
البيض الطازج every day. Sometimes أو أحيانا he sells them، بيبيعهم sells يعني يبيع، بيبيع them يعني بيبيع البيض at the market، at the market. circle the odd word and replace it with a correct one. يعني اعمل دايرة حوالين الكلمة المختلفة وحط مكانها كلمة صحيحة. أول كلمة grow يعني يزرع، buy يعني يبيع، buy يعني يشتري، sell يعني يبيع، fish يعني سمك. كلهم أفعال إلا كلمة إيه؟ لا، جرو يزرع، باي يشتري، سيل يبيع، في السمك. كلهم كلمات متشابهة، كلهم أفعال، كلهم فيربس، فعل يعني فيرب، كلهم فيربس إلا فيش. إلا كلمة فيش دي اسم، اسم يعني نون. فهنا الكلمة المختلفة هي فيش، أجي أحط حواليها دايرة. بعد كده onions mangoes potatoes tomatoes. ايه الكلمة المختلفة؟ onions يعني بصل، mangoes يعني مانجا، potatoes بطاطس، tomatoes يعني طماطم. ايه الكلمة المختلفة؟ طبعا كلمة mangoes يعني مانجو، لأن هي الوحيدة اللي فروت. يعني ايه فروت؟ يعني فاكهة. انما بقية الحاجات التانية vegetables، vegetables يعني خضروات. unhealthy يعني غير صحي، chicken يعني دجاج، فيش يعني لحمة، ميت يعني فيش يعني سمك، ميت يعني لحمة. كلها حاجات بتتاكل إلا كلمة unhealthy. unhealthy دي صفة، unhealthy يعني غير صحي. فريدة، دينا، جاردن، تاليا. الكلمة المختلفة كلمة جاردن، كلها أسماء بنات إلا كلمة جاردن حاجة غير عقل. ليمون يعني إيه؟ ليمون يعني ليمون. سيلز يعني يبيع، فيش يعني سمك، تري يعني شجرة، كولكتس يعني يجمع. نقولهم تاني، ليمونز يعني ليمون، سيلز يعني يبيع، فيش يعني سمك، تري يعني شجرة، كولكتس يعني يجمع. يلا نقرا. I love mango but we don't have a mango. أنا بحب المانجا but we don't have، لحقيقة احنا ما عندناش a mango. إيه؟ ما عندناش a mango. إيه؟ a mango tree. but we don't have a mango tree. اكتب هنا كلمة tree. We have a lime tree. عندنا شجرة لايم. And a nut tree. مانجا. No. And a lemon tree. فبنختار كلمة من اللي فوق. هو بيقول أصلا إحنا ما عندناش شجرة مانجا، لكن إحنا عندنا شجرة لايم وشجرة ليمون وشجرة ليمون. My uncle grows onions. عمي بيزرع الأنيونز البصل. And potatoes والبطاطس. He has chickens too. وعنده دجاج أيضا. في نقط فريش اكس. بيعمل ايه؟ بيجمع البيض الطازج. يعني ايه يجمع؟ كولكتس. هي كولكت، هي كولكت فريش اكس افري داي. سام تايمز واحيانا في نقط زم ات ذا ماركت، واحيانا بيبيعهم في السوق. يعني ايه يبيع؟ سيلز. سيلز. هي سيلز زم ات ذا ماركت. يلا نبص على التوصيل. وي جرو مانجوز ان، احنا بنزرع المانجا فين؟ in our garden. we grow mangoes in our garden. what's your favorite food؟ يعني ما هو طعامك المفضل؟ chocolate isn't، chocolate isn't healthy. يعني الشوكولاتة ليست صحية. my uncle grows، عمي بيزرع onions and potatoes. ولا بيزرع كاوز وجوتس، بقر ومعيز؟ لا، بيزرع جروز يعني يزرع، onions and potatoes يعني بصل وبطاطس. عايزين نكتب باراجراف عن planting. planting يعني الزراعة. planting يعني الزراعة. كلمة ايه ده هيت؟ ها كلمة ايه دي؟ كلمة فول. يعني ايه فول؟ يعني beans. كلمة ايه دي؟
باين ابل، باين أبل. ابل، باين ابل يعني اناناس. كلمة ايه دي؟ ليمون، ليمون. لايم بيبقى لونه اخضر كده، بيبقى كبير شوية. ليمون. ها اخر حاجة، شوكليت. شوكليت، شو يلا نكمل حل أسئلة. كوكونات، كوكونات يعني جوز هند. ماركت يعني سوق. إجز يعني بايت. كاروتس يعني جزر. هيلسي يعني صحي. ميلك يعني لبن. أول واحدة. أي باي فريش فيجيتابلز، أي يعني أنا، باي أشتري، فريش فيجيتابلز يعني الخضروات الطازجة. آت ذا، أي باي ماركت. فريش فيجيتابلز آت ذا ماركت. ماركت. ماركت يعني السوق. أي باي فريش فيجيتابلز ات ذا ماركت. يلا نكتب ماركت. مار كيت، مار كيت. اي باي فريش فيجيتابلز ات ذا ماركت. نمبر 2، رابتس از، رابتس فيفوريت فود يعني الطعام المفضل عند الرابتس، عند الارانب. از ايه؟ الارانب بتحب تاكل ايه؟ از كاروتس، كاروتس يعني الجزر. نمبر 3، شوكليت از ديليشس بات نوت، الشوكولاته ديليشس يعني لذيذه لكنها ليست ايه؟ هيلثي، بات نوت هيلثي. زي ريز تشيكن، ريز يعني هم بيربوا تشيكنز يعني الدجاج. تو جيت عشان يحصلوا على فريش، فريش ايه؟ فريش ايجز. ذا از ا فروت، هي فاكهة. نمبر 5، ذا از ا فروت ويز ا هارد شيل، ولها هارد شيل يعني قشرة صلبة. اند وايت انسايد، وتكون بيضة من جوه، هي جوز الهند، جوز الهند يعني كوكونات. يلا نقرأ تاني. هيلثي، هيلثي يعني صحي. شوكليت. شوكولاتة فيفوريت مفضل. تشيكن. دجاج. ماركت. سوق. واتس يور فود. فود، واتس يور فيفوريت فود. نكتب هنا كلمة فيفوريت، فيفوريت، فيفوريت يعني المفضل. واتس يور فيفوريت فود؟ اتس بات ات از ان هيلثي، هو ايه ولكنه غير صحي. هيلثي. اتس ايه؟ اتس ايه؟ شوكولاتة. شوكليت، اتس شوكليت. دو يو لايك، هل تحب نوع فود؟ دو يو لايك ايه؟ دو يو لايك هيلثي فود، هل تحب الطعام الصحي؟ دو يو لايك هيلثي فود، دو يو لايك هيلثي فود، هل تحب الطعام الصحي؟ يس اي لايك، ايوه انا احب ايه؟ تشيكن. فيش اند مانجو، do you have any mango trees in your garden؟ هل عندك أي شجر مانجو في الحديقة بتاعتك؟ yes I do. يلا نوصل. too much chocolate، كثير من الشوكولات is unhealthy، يكون غير صحي. too much chocolate، كثير من الشوكولات is unhealthy، يكون غير صحي. we buy fruit، احنا buy يعني بنشتري، fruit يعني الفواكه. at the market we buy، سوري هنا واحد من وان هنا. we buy fruit، احنا بنشتري الفواكه. at the market chicken يعني الدجاج. is my favorite healthy food، هو طعامي المفضل. is my favorite healthy food. my dad بيعمل ايه؟ جدي بيعمل ايه؟ ابويا بيعمل ايه؟ grows lemon in our garden، بيزرع ليمون في الحديقة بتاعتنا. my dad grows lemons in our garden. what's your favorite
What's your favorite ايه؟ What's your favorite food؟ ما هو طعامك المفضل؟ What's your favorite food؟ عايزين نرتب الجمل دي like and I fish chicken. عايزة أقول أنا بحب الدجاج والسمك، هقولها إزاي؟ I like fish and chicken. I like fish and chicken. I like، لازم I اللي هي أنا دي لازم تتكتب حرف كابيتال. I like fish and chicken. I like fish and chicken. I like fish and chicken. اللي بعديها he fresh collects every eggs day، يعني هو يجمع البيض الطازة كل يوم. He collects. هو يجمع البيض الطازة كل يوم. هو يجمع يعني ايه؟ he collects يعني يجمع fresh fresh Every day. fresh eggs Every day. every day. He collects fresh eggs every day. He collects fresh eggs every day. آخر واحدة، احنا بنزرع مانجا في الحديقة بتاعتنا. We grow، يزرع يعني grow. We grow mangoes in our in our garden. In our garden يعني الحديقة بتاعتنا، our يعني ملكنا. In our garden يعني أنا لو عايزة أقول في الحديقة بتاعتي أنا هقول in إيه؟ in my garden. في الحديقة بتاعته هو in his garden، في الحديقة بتاعتها هي in her garden. in our garden في الحديقة بتاعتنا. يلا نشوف التشوز ده. My uncle planted an apple tree in his، يعني عمي زرع an apple tree يعني شجرة تفاح in his إيه؟ in his garden. My uncle planted an apple tree يعني زرع شجرة تفاح in his garden. Cookies and candies. Cookies يعني البسكوت and candies والحلوى are، مالهم بقى الكوكيز والكانديز؟ are unhealthy يعني غير صحي. We buy fruit، احنا بنشتري الفواكه and vegetables والخضروات at the market. Fish is not food، السمك طعام ايه؟ is healthy food. نكمل الجملة. It is good for your body، هو جيد لجسمك، هو مفيد لجسمك. good for يعني مفيد لي. the farmer fresh vegetables at the market، يعني الفلاح بيبيع خضروات طازجة في السوق. يعني ايه يبيع؟ يعني sell. عايزين نعمل بنكتويشن. طبعا الايه كابيتال عشان اول الجملة. سوري. علي سينكس ايس كريم از unhealthy، دي جملة عادية حط نقطة. ماي الام كابيتال عشان اول الجملة. favorite food is rice وحط في الاخر نقطة. دي كده الدرس الاول في 5 ابتدائي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا باذن الله، وحاولوا تحلوا بقى التدريبات دي التاني ان شاء الله مع نفسكم. سلام عليكم.